النفس اللوامة مترددة، شوية شهواتها هي اللي سيئاها وشوية هي اللي سيئة شهواتها، شوية تفكيرها يسبق تصرفاتها وشوية تصرفاتها يسبق تفكيرها. هي في المنطقة الرمادية، تزعل من نفسها وتتنكد، فاتني الصلاة الفلانية وفاتني الصلاة الفلانية، أنا وحش، أنا مش عايز أكون وحش، وبعدين يتوب وبعدين يرجع يلخبط وبعدين يتعدل وبعدين يرجع يلخبط. بس هو من جوه حلو، بدليل أن ربنا أقسم بيها، لا أقسم بالنفس اللوامة، تحلف بيها يا رب، غالية عليك يا رب تقسم بيها سبحانه. بس هي على خطر زي الحافة اللي احنا عليها، لأن ممكن من كتر ما بتلوم نفسها تبقى عامل زي جلد عمال بتضربه لغاية ما عادش يحس، فتروح للأمارة بالسوء وممكن تفوق. كيف أنتقل؟ كيف أتخطاها؟ مش بقولك رحلة النفس. واحد، إنشاء بيئة موازية. يعني إيه إنشاء بيئة موازية؟ الشلة اللي انت فيها هتفضل نفس لوامة، لأنك هتفضل تقع في الخطأ جنب الشلة دي، مش قادر أقولك سيبهم، انشئ شلة كويسة، انشئ بيئة موازية. أصلا أنا شاب وعندي طاقة رهيبة، روح العب رياضة، اتمرن مع كابتن عيد. دي الطريقة الأولى للتخلص من نفس اللوامة. اتنين، التوبة. كل ما تغلط تتوب، كل ما تغلط تتوب. كم مرة؟ 100 مرة، 100 مرة. التوبة انك دلوقتي، طب ما احنا مع بعض دلوقتي، ما تتوب دلوقتي. التوبة 3 شروط، ندمان، موقف الذنب، طب ما احنا موقفين اهو، عازم على عدم العودة، انا مش هعمل كده تاني، لو عملت الثلاثة تاب الله عليك ورضي عنك واتنقلت من النفس اللوامة وطلعت لفوق. وده من التزكية، التوبة تزكية، تحسين. التزكية كلها هو عملية تحسين للنفس، انت عملت حسن، هو ده الإحسان، عمال احسن نفسي، محاولة الإحسان إحسان. بس أنا بغلط كتير. الإحسان عبارة عن مجموعة تجارب فاشلة تتحسن تدريجيا. يبقى التالتة، اوعى تيأس. يبقى عايز تتخطاها، إنشاء بيئة موازية، توب إلى الله. تلاتة، اوعى تيأس. يعني ايه اوعى تيأس؟ مهما حصل هرجع لك تاني يا رب، أصل أنا فجر بيفوتني الفجر بقالي 7 سنين، هرجع أصلي الفجر تاني.